يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الغلام يشرب اللبن الصناعي فهل يكون بوله الذي يصيب الثوب يرش أم يغسل؟ إذا كان لا يتغذى إلا باللبن فإنه يرش ولو كان صناعي. كيف صناعي؟ هنا لبن صناعي؟ أو قصدك إنه معلب ومنشف؟ وما هو صناعي، وأصله إنه حليب، أصله إنه حليب، ما أحد يصنع اللبن ويزين حليب من عنده، لازم له أصل. أي نعم، فإذا كان لا يتغذى إلا بالحليب فإنه يكفي الرش، أما إذا كان يتغذى بالطعام فإنه مثل الكبير، لا بد من الغسل. نعم.